إذا إحنا أخذنا الفكرة مثل الـ state space، خلونا نجي نطبقها على المثال اللي أخذناها بالشابتر. الآن إحنا عدنا هذا المثال، شوفوا هذا المثال ممكن حلها بطريقتين. طريقة يسموها الموديل using state space، وممكن نحلها بطريقة اللابلاس. ياهو الأفضل ما لهم علاقة، هذه طريقة هاي طريقة. فممكن الأستاذ يقول لك حلي هذا الشكل بطريقة الستيت سبيس، وممكن يقول لك إياه لا حلي إياها بطريقة اللابلاس. خلونا نجي نشوف شلون نحلها بأول طريقة اللي هي الستيت سبيس. الستيت سبيس نجي نفسخ المعادلة. زين، هذا هو الشكل مالتنا، هذا هو الماس، قلنا كم انبوت عنده؟ الواي انبوت ينحسب، الكي انبوت ينحسب، البي انبوت ينحسب. شلون اعرف انبوت؟ شوف بالنسبه للميكانيك، هذا الجسم من قانون نيوتن، الجسم يبقى متحرك الى مدى الحياه ما لم تؤثر فيه قوى. الجسم يبقى ثابت مدى الحياه ما لم تؤثر به قوى. زين، واذا اثرت به قوى، لحظه، اذا كانت باتجاهها هذا راح تخليه اسرع، واذا كانت عكسه راح تبطئه. اذا احنا راح نطبق سالفه اينشتاين، هذا هو ماس. نيوتن عفوا، هذا هو ماس. زين، الماس عنده موقع بوزيشن. الماس حتى نحسب القوى اللي جاي تاثر به، ثلاث قوى، اربع قوى، ست قوى، هو بوزيشن عنده مكان. من مكانه اتحرك لو ما اتحرك؟ زين، هذا الواي شي دا يسوي؟ دا يحركه. اذا هاي اعتبره اني انبوت. زين، هذا دا يرجعه، اذا تحرك راح يرجعه، مو ممكن يرجعه قوي، يسحبها اقوى، يعني فعل رد فعل. اذا هذا ايضا يحسب انبوت. الفراكشن، ضد الحركه، هم عنده قوى. فاذا صار عندي ثلاث قوى. ثلاث قوى بالنسبه لمن؟ بالنسبه للبوزيشن. جميل. كستيت سبيس شلون احلها؟ هاي عندي المعادله مالته. المعادله انا شلون اطلعها؟ ماشي. اجي شو اقول؟ انا قلت معادله القوى شو تسوي؟ الاف يساوي الام في اي. تمام؟ الاف من هو؟ القوى. والاف اذا اريد اعوضها، يعني اذا ما اريد اقول قوى اف، فايش راح اقول؟ اقول التعجيل في الكتله. بسيطه. زين، التعجيل انا اذا اريد اعبرها بالنسبه للبوزيشن، قلنا شنو؟ سكند اوردر. من اسمع كلمه تعجيل قبل سكند اوردر. واذا كان ميكانيكال معناته راح يكون على البوزيشن. فالبوزيشن هنا منه؟ الواي. خلاص، اذا واي نقطتين في الكتله اللي هي الام. تمام، يساوي شنو؟ الفورس. ما احنا قلنا الفورس يساوي التعجيل في الكتله. فاذا التعجيل والكتله هنا ايش راح يساوي لك؟ يساوي القوى. ماشي، خلينا نشوف القوى الموجوده. هذا يحركها للامام، موجب نزلناه مثل ما هو واي اوف تي. زين، منو ضده؟ ضده هو الفراكشن اللي هو الاحتكاك. زين، الاحتكاك يعتمد على شنو؟ يعتمد على السرعه. الفيلوسيتي انا اعتبرته ابو النقطتين، اذا قال لي السرعه معناته ابو النقطه. جميل، يبقى لي السبرينج. السبرينج حركته تعتمد على شنو؟ على البوزيشن، يعني ايش قد من البوزيشن اتحرك. فاذا بوزيشن، دا يقول البوزيشن بيها نقطه، لا ما هو البوزيشن كاتب لي بس واي، خلاص ينزل واي. بس هذا ما قال لي بوزيشن، هذا قال لي فيلوسيتي. فيلوسيتي ابو النقطه. هذا ما قال لي بوزيشن، هذا قال لي لا هذا اكسلريتر. اكسلريتر بالنسبه للبوزيشن نقطتين، فيلوسيتي بالنسبه للبوزيشن نقطه. فبهالشكل اني عبرت الايكويجن، عرفت شلون اطلع من هذا الشكل الايكويجن هذا. جميل، هذا الايكويجن شنو؟ سكند اوردر. حلو، معناته كم انبوت انا عندي؟ اثنين. كم فاريبل انا عندي؟ اثنين. تتذكرون بالمثال السابق اللي قبله كان ثلاث دوت عندك ثيرد higher differential higher order، كان ثلاث نقاط كان عنده، قلنا شنو؟ اكس 1 اكس 2 اكس 3. بس هنا نقطتين، اعلى واحد منه الاوردر مالته اثنين، بمعنى عندي تو فاريبلز. الفاريبل الاول راح اسميه اكس 1، الفاريبل الثاني سميته اكس 2. زين، الاكس 1 ايش راح يعبر لي؟ عن البوزيشن نفسه، سميته اكس اوف تي، تقدر تسميه واي اوف تي عادي. الاكس 2 إذا كان الـ x1 هو البوزيشن نفسه، الـ x2 راح يعبر عن البوزيشن التالي. البوزيشن التالي صار بيها شنو؟ صار بيها حركة، صار بيها سرعة، velocity، بمعنى x of dot. زين،
ليش ما اخذت ويا الاكسلريشن مثلا تو دوتس؟ لانه احنا اصلا بالسكند اوردر اذا اخذنا الاكس 1 والاكس 2 فهو راح يصير فيرست اوردر، ومن قلنا فيرست اوردر قلنا شنو؟ هذا معناته ستيت سبيس، ما احتاج اروح ويا سكند الا اذا عندي ثيرد، فهو اصلا طالي شنو؟ فيرست اوردر، خلاص هذا فيرست اوردر، تمام اكس 1 اكس 2 عندي. زين مواني بالنسبه اكس 1 اكس 2 هذول انا اعتبرتهم خلينا نقول فاريبلز، لعد الانبوت مالتي شو يكون؟ هو الواي اوف تي اللي هو اقدر انطيه اي شيء يو 1 يو 1 سميه او سميه يو، طبعا بالشابتر ممكن يسميه يو كيفك. حلو حلو، هسه انا شريت، هسه انا اريد هاي المعادله اشيل كل جماعه الوايات واعوض بدلهم شنو؟ فاريبلز، ما انا صار عندي variables. زين ليش انا اريد variables؟ شنو الفكره؟ ملاحظه، احنا قلنا شنو نريد نحلها؟ state space. مو قلنا state space عنده قاعدتين، واحده يقول لك state equation والثانيه يقول لك output equation، فانت state equation شلون تطلعها؟ غير عن طريق هالفاريبلين؟ ها ماشي ماشي، اذا هالفاريبلين لازم اخليهن انا حتى اوصل للمعادله النهائيه اللي اسميها state equation. عافيه. اجي اول شيء هنا أنا عندي على سبيل المثال، طبعا هو تقدر منها هم تبدي، هذا هنا خلينا نقول هسه ام ينزل نفسه ام، تمام ام ينزل نفسه ام، هذا ماس منطقها، الواي نقطتين، هذا راح اجي اعوضه بشنو؟ باكس 2 تمام اللي هو تحرك بيها فيصير اكس دوت. اوكي تعال هنا اليو ينزل نفسها اللي هو سويناها يو 1، يعني المعادله لازم احولها الى اكس 1 واكس 2، احولهم الى اكس 1 واكس 2 تمام. فاذا اجيت هنا أنا قلت له شوف لاحظ الاكس 2، الاكس 2 هو السرعه مالت الاكس 1 ديريفيتيف مالته، مو اذا الاكس 2 سويت له مرت اللاغ ديريفيتيف ايش صار؟ كانما مرتين ديريفيتيف مسوي اللي هي نفسها، يعني هذا مو اكس 1 هذا اكس 2، الاكس 2 يساوي ديريفيتيف للاكس، اذا قلنا الديريفيتيف مال اكس 2 كانما مرتين ديريفيتيف مال الاكس 1 تمام. هنا اليو ينزل هو نفسها، زين تعال سنزل بقيه القوى، عندك الكي بالنسبه للكي الواي هذا هنا واي شنو قلنا؟ قلنا ممكن نعوضه ب اكس، اذا واي اوف تي كانما نقول اكس اوف تي، كانما نقول شنو؟ اكس 1، فراح شو يصير هنا؟ يصير كي اكس 1، نزل كي اكس 1 تمام. بالنسبه للبي شلون؟ تمام لحظه، البي هو ينزل نفسها بي، بس هذا واي بيها، واي اوف تي اللي هو اكس اوف تي، حلو الاكس اوف تي اللي هو اكس 1 تمام، هذا اكس 1. زين اذا اكس 1 سويت له ديريفيتيف ما هي اكس 2، خلاص نزلها اكس 2، فصارت عندي بهالشكل اكس 1 اكس 2 اند هذا اكس 2 للديريفيتيف. هنا انا شو احتاج؟ لازم نلقى قيمة الديريفيتيف x1 والديريفيتيف x2. ليش؟ x1 ده يعبر لك عن شنو؟ عن الواي نفسه، صح؟ الواي نفسه. من نقول الواي ده يحدد البوزيشن نفسه، ما متحرك اصلا. اوكي يعني شو اسوي بيه هو ما متحرك اصلا؟ انا ليش ده احلل هاي السيستم؟ غير صارت بيها حركة، غير صار بيها changing. اوكي اذا انا اجي احسب الاكس 1 مثلا ما هو ما بيحرك، ليش تحسبه اصلا؟ اه ماشي، اذا ليش اخذ الاكس 1 دوت؟ ما اكس 1 دوت هو اكس 2 وهنا موجود اكس 2، هنا معناته تحرك، معناته ما بقى ثابت، اذا لازم اعرف قيمته. هنا انا اكس 2، اكس 2 اللي هو الديريفيتيف مالتها اكسلريشن، بمعنى اني جاي اشوف القوى شلون جت تاثر عليه، لان انا اذا اريد الاكس 1 واحده فماكو اي قوى، الجسم ثابت، قانون نيوتن، الجسم ثابت يبقى ثابت مدى الحياه، ماكو اي قوى. انا جاي احل هاي السيستم على اساس القوى اللي تاثر بيها، فالقوى راح تاثر لما يكون اكس 1 دوت ولما يكون اكس 2 دوت، لهذا انا جاي اخذ ذول الاثنين. ماشي. اذا قلت اكس 1 دوت، ايش دا اقصد؟ دا اقصد اكس 2. تمام، هذا كانما ايش دا يصير؟ بتلاحظون شلون؟ ده حول الجبرة. ليش ما اجيت هنا قلت له مثلا x1 على سبيل المثال دوت، اوكي واي نوت، هنا عندي مثلا x1 تمام
اقدر اكتب له هنا شنو؟ اكس دوت. لا انا ما اريد دوت، انا لازم احول الى الجبرا حتى تنحل المعادله. هسه فهمت. اذا هذا اكس 1 دوت من قلت يساوي اكس 2، وليش الا اكس 2؟ لان اكس 2 ما بيها ديريفيتيف. ماشي، اكس 2 للديريفيتيف شنو هاي سالفته؟ طيب احنا هنا اكس 2 للديريفيتيف مو موجوده، اي زين اني احتاج افكر شلون اطلعها؟ لا، ما اكس 2 ديريفيتيف هو هذا، بس مجرد الام ذب بهالطرف، راح يصيرون كلتهم على ام، راح يصير واحد على ام يو اللي هو هاي، يعني راح يتقسم على ام، شيل الام منه، راح يصير كي على ام اكس 1 بي على ام اكس 2. تمام. ايه هسه اجي عندي اكس 1 دوت يساوي اكس 2، هذا لازم اعرف او احولهم الى شنو؟ احولهم للستيت ايكويشن بكلام منه الستيت موديل. حتى احولهم للستيت ايكويشن كاول مرحله لازم اني اجي اخذ الاكس 1 دوت يساوي اكس 2. زين، هذا الاكس 2 بالنسبه للايكويشن ويا من عنده علاقه؟ ويا منو عنده علاقه؟ تمام، اجي اقول له اكس 1 دوت يساوي، اذا هذا انا اعتبرته اكس 1 او هذا اعتبرته سوري اكس 2، اذا جبت هاي المعادله لان هذا ديريفيتيف للاكس 2، تمام ديريفيتيف للاكس 2، فاقدر اعوضه بالاكس 2. خلينا نقول مثلا اكس 1 بالنسبه لديريفيتيف اكس 1، ها بالنسبه للاكس 1 لها علاقه؟ لا ما لها علاقه. ليش؟ شلون عرفت ما لها علاقه؟ مو اكس 1 يساوي اكس 2، ما جاب اي طاري للاكس 1. حلو، اذا شو اكتب؟ اذا هاي قيمته صفر، اذا اكتب صفر اكس 1 ماشي، زائدا بالنسبه لل بي اوفر ام اكس 2 الى علاقه؟ اي الى علاقه، نزل واحد. تمام، اكس 2 يعني الواحد كلمه اللي هنا موجود، نعم اكس 2 موجود لان اكس 1 يساوي اكس 2. زين الاكس 1 بالنسبه لليو الى علاقه؟ لا ما له علاقه اصلا، ما مذكور هنا، فاذا زيرو ليو، فصار اكس 1 ديريفيتيف 0 اكس 1 لان ما عنده علاقه ويا اكس 1، زائدا 1 اكس 2 لان له علاقه ويا الاكس 2، زائدا صفر يو لان ما له علاقه اصلا باليو. ماشي، زين الديريفيتيف لاكس 2 هاي ما يحتاج تفكير نهائيا، هي نفسها راح تنزل، يعني عادي، وين المشكله؟ نفسها هي راح تنزل، هذا هو نفسه هذا، يعني ايش راح يختلف؟ زين، وبعدين بعدين لازم احول الستيت ايكويشن. شلون احول الستيت ايكويشن؟ شوف، حتى نعرف شلون الستيت ايكويشن اجى، تتذكرون هذا المعادله الموجوده بالشابتر؟ هذا منين اجى؟ هسه احنا جايين نريد نشوف هذا منين اجى. اجي اقول له ديريفيتيف للاكس 1 خليت الاكس 1 ديريفيتيف، اكس 2 ديريفيتيف خليت هنا اكس 2 ديريفيتيف. هسه اجي اشوف العلاقه بيناتهم كماتريكس، ده احولهم لشكل الماتريكس. تمام، فهذا كانما هو شكل الماتريكس، يعني هذا اعمده، هذا عمود، هذا عمود، هذا عمود، وهذا الصف الاول، هذا الصف الثاني. جيت قلت اكس 1 اكس 2 هذا ديريفيتيف اند اولسو ذيس 1 ديريفيتيف. تمام، يساوي لي اكس 1 هنا اكس 2، هنا خليت اكس 1 هنا خليت اكس 2. ليش؟ هنا اكس 1 اكس اكس 1 تمام، بالنسبه لاكس 1 هذا الاكس 1 هو الصفر. حلو، بالنسبه هذا الى صفر، يعني كانما شنو؟ شوف هذا صفر واحد نزلته هنا صفر واحد، ناقص k over m نزلت ناقص k over m، ناقص b over m نزلت ناقص b over m. هاي نفسها لو تباوع عليها، ما هي هاي نفسها، والفوق هي نفسها الفوق. تمام، x1 x2 لو اجي اقول له زائد، ليش؟ لان هنا اكو زائد، نزلت زائد. اليو بالنسبه لx1 شنو؟ صفر، ما عنده قيمه. اليو بالنسبه لx2 عنده قيمه 1 over m، فنزل 1 over m، فصارت هذا هو الستيت مالتك اللي هو ديريفيتيف للاكس يساوي، هذه راح تكون الاي للاكس اللي هو ستيتس الستيت عفوا، زائدا البي لليو، فصار عندك هاي المعادله اللي هو الستيت ايكويشن. لحظه، هذا ستيت ايكويشن، احنا نعرف انه الستيت سبيس عنده ايكويشن ثاني، اصبر عليا.
الايكويجن الثاني اللي هو شنو قلنا عليه؟ اوتبوت. ما احنا مثل ما عندنا ستيت ايكويجن عندنا اوتبوت ايكويجن، والاثنيناتهم يسوون شنو لك؟ ستيت سبيس. الاوتبوت شنو قاعدته؟ زين قاعدته تقول سي اكس دي يو. طبعا هذا غالبا ما يكون في المعادلات قيمته تساوي صفر غالبا. هذا تعتبر ايضا انبوت في حاله اذا الانبوت اثر على الاوتبوت، بس غالبا تيجي بالامثله الدي يساوي صفر. فالاوتبوت مالتي اعتبرته واي ونفس الوقت هو اكس 1 اللي يساوي لي اكس اوف تي. ليش؟ ببساطه لان الاوتبوت مالتك هو منو؟ الاوتبوت مالتك هو الجسم نفسه. انت شلون انت عندك انبوت، عندك قوة، هذا اجتي اثرت، هذا اجتي اثرت، هذا اجتي اثرت، حلو؟ لهنا واضح. هنا انا من اجي اقول لك انا شلون عرفت الواي اوف تي او اكس اوف تي اللي عوضناه كفاريبل هو اوتبوت. ما انت اي قوة راح تاثر لازم تشوف نتيجته. زين انا النتيجة مالته شنو؟ يعني كلمة من اقول اشوف نتيجته كلمة دا اشوف الاوتبوت. نتيجته وين راح تظهر؟ تظهر على الجسم نفسه، البوزيشن نفسه، المكان نفسه. اتحرك ولا ما اتحرك؟ فلذلك y of t هو نفس ال x1 اللي عوضته ب xt. جميل. هنا أنا لو جبت نفس المعادلة، هاي المعادلة الفوق جيت نفسها copy paste جبته هنا أنا. فبهالشكل هذه كانت شنو؟ ال state multi. اوكي؟ كoutput. الoutput هو y، وقلنا شي يساوي المكان نفسه اللي هو الـ X1 اللي هو ما تحرك، اللي هو ما دخلناه بالستيت. ليش؟ لأنه هو ثابت، يعني هو إذا أكو قوة لازم مفروض يتحرك، فأنا ما دخله بالمعادلة مالت الستيت. فالأوتبوت مالته النتيجة مالته لازم يظهر على الجسم، مكان الجسم تحرك ولا ما تحرك. فإذا هذا هو أوتبوت X1. جميل. تعال بالنسبة لـ X1، بالنسبة كـ X1 هل موجود بالأوتبوت؟ أكيد موجود، لأنه هو أصلا يساويها، فأكيد راح تلقاه موجود. فإذا واحد X1 زائدا X2 موجود بالأوتبوت؟ لا أكيد ما موجود بالأوتبوت، لأن Y يساوي X1 ما يساوي X2، فيكون 0X2 زائدا اللي هو هنا دي عوض ب 0U اللي هو منه D. هاي في حالة إذا أكو قوى أخرى أثرت على الأوتبوت، واللي إحنا قلنا عليها غالبا ما تكون شنو؟ 0. فبالتالي إذا أجي هنا أشوف، فأني إذا أريد أحول هذا إلى ماتريكس ببساطة، هذا واحد هذا صفر، جيبهم، هذا واحد هذا صفر، هذا X1 خليته هنا، هذا X2 خليته هنا، لأن هذا الماتريكس أضربه بهذا الماتريكس، واحد في X1 تمام زائدا زيرو في X2. هذا الكلام هو هذا الكلام، فصار CX تمام. هذا الستيت، طبعا الاكس لازم بالسمول، سمول دلاله على انه ستيت، زائدا زيرو اللي هو الدي اللي هو طلع هنا زيرو تمام، لان هو ما له علاقه باليو، صح؟ باليو ما له علاقه، الواي اكو بها يو؟ لا ما بها يو، خلاص زيرو، فصار دي يو. فاذا هذه هي كانت معادله الاوتبوت مالتي. الان عرفت اني الستيت مالتي اي اكس زائدا هنا، سوري ناسين الزائد، زين اي اكس زائدا بي يو منين جتي، والواي يساوي سي اكس زائدا دي يو. عرفت شلون جتي؟ شلون خليناهم بماتريكس؟ هذا كلام كان المن للستيت سبيس. حلو، تعال خلينا نشوف إذا عدنا state space model. هذا هو ال state تمام، state equation، هذا هو ال output equation. هاي المعادلات تابعة لمن؟ تابعة ال state space. حلو، إذا أريد أحول ال state space إلى transfer function، طبعا إحنا قلنا عندك نوعين من الحل، ممكن تحل بطريقة ال state space أو transfer function، والاثنين ما 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 يعني ماكو مثلا ياهو الافضل ياهو الاحسن، هو اثنينهم منطي لك حلول تقدر تحل بيها. هذا يعبر عن حاله الستيت سبيس. ليش؟ لان قلنا بالستيت سبيس عندي ستيت ايكويشن وعندي اوتبوت ايكويشن. جميل.
هذا اذا انا اريد اعبر عن الترانسفير فانكشن، انا اعرف كل الزين، وبالمثال السابق قلنا ترانسفير فانكشن اللي نقدر نعوضه بكلمه جي اس او بحرف جي اس، جي اس قصدي بالترانسفير فانكشن، بي قصدي بالبوزيشن، لان احنا بدنا ناخذ الفيزيكال سيستم اللي هو الجسم اللي كان يتحرك، تمام؟ تقدر ما تكتبه اصلا جي اس جوجل. فجي اس يساوي شنو قلنا؟ يساوي الواي على اليو، تمام. اذا انا عندي معادلتين، معادله تعبر لي على ستيت سبيس، جاي اريد احولها الى لابلاس حتى شنو اقدر احصل من عنده الترانسفير فانكشن. الخطوات تكون كالتالي: اولا اجي احول الستيت الى لابلاس، واحول الاوتبوت ايضا الى لابلاس. شلون؟ x of derivative راح يكون SXS، تمام؟ derivative وحدة، إذا اثنين كانت راح يكون S square. SXS تمام يساوي، تعال هنا AX ما يصير أي شيء، AX ينزل S ينزل وياها، لأن هذا ما بيه derivative الـ X، بس هذا كان بيه، فينزل الـ X نفسها S. زائدا الـ B U ما بيهم X، فراح ينزل نفسه BU بس بين قوسين S، بس كأنه دلالة أنه تحول إلى لابلاس. هاي الفكرة مالته. تعال على الواي، الواي راح يتحول إلى Y of S، بس هاي قوسين S بس، يساوي CX. CX بيها دوت، لا إذا ينزل نفسها بس بين قوسين S دلالة على لابلاس. DU بيها X derivative شي، وهذا لا ما بيها، فينزل نفسها DU S. حلو، اكو شغله هنا، اني اقدر هنا الستيت مالتي اللي حولته الى لابلاس، اني شريد، اني هسه من حولته الى لابلاس اريد اوصل لهاي المعادله. حلو، المعادله هاي شو تقول لي؟ اني عندي يو وعندي عندي واي وعندي يو، ما اعرف اتصرف، ما اريد اشوف اي يو سي يو بي يو، ما اريد اشوفه، انا اريد اشوف بالنهايه يو على واي على يو. اذا انا لازم احول لهذا الشكل. زين، شلون احوله؟ شلون احوله؟ لحظه، اكو سالفه هنا، الاكس هنا واكس هنا مشترك، تمام؟ لو ذول الاثنين هذا لو ذبيته هالطرف، حلو، وبعدين بعدين اخذت الاكس وراها القيمه مالت الاكس اوف اس، ذبيته رجعت لهالطرف، فراح يبقى لي بس اكس اوف اس. زين، شنو الفكره من عنده؟ هسه اقول لك شنو. هذا اذا حصلت وحده اكس اوف اس، معناته اقدر اجي اعوضه هنا، لان انا عندي اكس اوف اس. استاذ محمد، العفو، هذا الاس اكس اس هذا مو المفروض فوق دوت؟ لا، راحت الدوت من عندك. لا لا لا، هذا من تتحول لللابلاس، هذا الدوت، هذا الدوت مو باللابلاس، اوكي؟ ايه. تتحول لللابلاس راح يصير اس اكس، يعني اللي تروح للدوت. اي اي بالضبط بالضبط، تروح الدور. استاذ محمد، بس مقاطعه صغيره، احنا مطلوب من عندنا انه هذا الكلام الفوق، لو انا لا اعتقد، بس مجرد احنا نعوض المعادله اللي هي واي اوف اس ايكوال سي، وهاي اي انفرس الاس ناقص اي الكل انفرس، يعني هاي المعادله جوا راسا نعوضها، لو مطلوب ما عندنا التحقيق اللي انت هسه سويته. لا لا لا، ما مطلوب التحقيق نهائيا، يعني راسا انت يعني افيدك طبعا انت هسه فهمتني، بس اني انت... الفكره مالته شنو كان؟ عفوا استاذ فلاح، انه اني بس اريد اوضح لكم هاي السالفه ليش صارت. بس استاذ محمد، انت قبل تقدر تاخذ هاي، قبل تقدر تاخذ هاي اصلا، هو هذا اللي اريد اوصل له. انت هسه جزاك الله خير، يعني علمتنا ليش نستخدم هذا، شلون اجى هذا القانون. بس انا الفكره شنو؟ انه احنا مجرد راسا نعوض لو التحقق اللي سويته، اللي انت جزاك الله خير يعني علمتنا شلون طلع هذا القانون. لا لا، قبل مطلوب قبل هاي، هذا هو ترانسفير فانكشن بعد، خلاص قبل اخذه وروح عوضه. يعني ما مطلوب بعد التحقق اللي انت هسه وضحت لنا اياه، خلينا نقول مطلوب. مجرد هذا اللي اذا تريدون لا 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 لا، انت عليك تفهمني انه انا بس مجرد اعرف انه احنا هذا مجرد توضيح انه شلون صار هذا القانون مال ترانسفير فانكشن. بالضبط، عاشت ايدك حبيبي. زين، هنا انا جيت. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا استاذ فلاح. استاذ محمد الشارك حبيبي، سمعت اسمي وشيدت. مو انا عبالي انت. شكرك حبيبي استاذ محمد، حياتي، الله يخليك، الله يحفظك، سلامك يا عزك، الله يخليك حبيبي. سوري حبيبي. طيب اكمل، اوكي. هنا عندنا شنو؟
أنا ليش هذا الإكس أريد أحصره؟ شوفوا هنا إيش سويت، شوفوا هنا هذا المعادلة كلها جبتها هنا، إيش قلت؟ هذا ذبه بهالطرف، فش يصير؟ يصير إكس وأخذ الإكس مشترك، لأن هذا الإكس إس إكس إس هذول مشترك، فتعال جيبه هنا. فش بقى عندي؟ بقى عندي إس ماينس 1، ترى إس ماينس 1. زين محمد عيسى منين جبت هذا الآي؟ هذا الآي يتم إضافتها اللي هي دلالة على الأيدنتيتي. أوكي؟ هاي الآي ما موجودة بالمعادلة الرئيسية بس يضيفوها هم for identity. تمام. إذن البي يو صار يساوينا الإكسس على أو مضروبة في الآي أوف إس ماينس أي. أستاذ محمد لو سمحت ممكن إضافة؟ يعني هاي الآي هاي الأيدنتيتي يعني الإس هي عبارة عن رقم والأي هي عبارة عن ماتريكس، فرقم ناقص ماتريكس ما يصير، فحتى يحول الاس الى ماتريكس يضربها باي اللي هي الايدنتيتي مثل ما تفضلت اللي هي الماتريكس 2 في 2 القطر مالتها 1 1 والقطر الثاني 0 0 صح، فيضرب صح. هذه في الاس حتى يطرح مصفوفه من مصفوفه بالضبط. نعم صح بالضبط، لذلك من راح نيجي نضربها نضربها فقط في صف واحد بش اسمه دايوجنال كمثل بالضبط نضربها ما نضربها شو اسمها بالضبط بالضبط. العفو استاذ محمد، هي هاي الآية هي نفس اللي هذا اليونيتي ماتريكس اللي هي دايجونال مالتها واحد، فتنضرب بأي دالة تصبح هي نفسها يعني الاس بالضبط حتى تصير دالة حتى تصير ماتريكس بدالة الاس نضربها باليونيتي ماتريكس اللي هي الآي اللي هي دايجونال مالتها واحد تصير ماتريكس دايجونال مالتها اس. تمام بالضبط. طيب فهنا بالنتيجة الـ X إذا أني هذا ذبيته بهالطرف فراح يصير جواها، فصار I of S minus A أس minus 1 دلالة على أنه بالمقام كان للـ BU. حلو هسا الـ X S أنا قدرت أطلع نتيجته، تعال عوضه هنا أنا. تمام جيت عوضته هنا، إذا أنا جبت الـ X ليش؟ حتى بس عوضه هنا أنا. أوكي بالـ output. زين جبته هسا بالـ output إيش صار؟ الـ C الـ X S نزلة تمام صار هالشكل زائدا الدي يو، بالتالي دا الاحظ شنو عندي يو اس هنا هم عندي يو اس اخذه مشترك وتعال ذبه بالطرف الثاني اللي هو جوا الواي، فبالتالي طلع عندك هاي هو الترانسفير فانكشن واي اوفر يو هو الترانسفير فانكشن. انت تاخذ هاي المعادله، هاي المعادله مطلوبه من عندك تمام. فاذا جيت هنا على سبيل المثال اذا اريد اطلع الترانسفير فانكشن هالمره من هذا الاكزامبل، عندنا اكزامبل هنا موجوده زين شو يقول لي هنا بالاكزامبل الترانسفير فانكشن، اني هاي المعادله مال الترانسفير فانكشن وعرفت منين جتي اصلا، انطاني معطيات قال لك الاي يساوي 0 1 ماينس كي اوفر ام ماينس بي اوفر ام كماتريكس بي 0 على 1 ام سي 1 لي 0 الدي 0 قلت لك غالبا ما ينطونها الدي 0 اوكي اوكي تعال هسه عوضها بالترانسفير فانكشن. هسه قلنا شنو؟ سي السي ايش قد منطينا؟ 0 1 جبنا 0 وين هنا أنا. زين هنا أنا عندي شنو؟ الاي اس ماينس اي هذا هو الاي الاس شوف لاحظ الاس الاس ايدنتي هالشكل ينضرب فصار شنو؟ صار اس اس بلس بي ام وذول الاثنين في الماينس 1 اوكي؟ ليش؟ لان هنا أنا ماينس ماينس اي تمام؟ يعني هنا أنا من اجي اقول له هنا أنا اس هذا زيرو اوريدي بس هنا أنا راح يبين اس ناقص بي ام ليش نزل زائد بي ام؟ لان هو هنا أنا اصلا ماينس فماينس وذ ماينس يصير بلس هذا كان اصلا واحد صار ناقص واحد وهذا كان ناقص كي ام صار كي ام يعني تقدر انه مثلا هذا الفانكشن اول شيء تضربه في سالب واحد تمام فالسالب صفر هو صفر نفسه سالب واحد موجب كي ام موجب بي ام بعدين تجي تعوض الاس هنا. زين احنا هنا عندنا مقلوب او صار عندنا اقل من دقيقه راح اوقف ندخل مرتلخ على السيشن على نفس الرابط اوكي حتى نكمله.